السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم يا شباب طلاب الفرقه الثالثه صلاه. انا دكتور محمد الغبوشي، والنهارده هنتكلم في محاره جديده من محاضرات ماده انشاء شبكات الاتصالات. النهارده المحاره بتاعتنا هنتكلم فيها عن البلين اولد تليفون سيستم بوت ستايل بير. احنا في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على ازاي، اتكلمنا الاول عن الدايل بير، وبعد كده اتكلمنا ازاي اعمل كونفيجريشن للفويد دايل بير. في الاول كده خدنا انتروداكشن سريعه هفكركم بيها. قلنا ان انا عشان اعمل كونفيجريشن للدايل بير، ده معناها ان انا بعمل امبلمنتنج للدايل بلان، بحيث ان انا اعمل بروفايدنج للفويس سيرفيس اوفر الاي بي باكيت نتورك. ان انا عندي دلوقتي دايل بلان، الدايل بلان ده زي ما اتفقنا ان انا عندي سي هنا يوزر A وانا عندي يوزر B. ده في التراديشنال نتورك كان يوزر A عايز يكلم يوزر B، فسي مثلا ان يوزر A ده كان الاكستنشن بتاعه 300، ويوزر B كان الاكستنشن بتاعه كان 501 مثلا. فكان في التراديشنال نتورك خالص اللي هي البي اس تي ان او البوتس دي، كان اللي بيحصل ايه، ان يوزر ايه بيستبلش الكول ما بينه وما بين يوزر بي، ان هو بيضرب الاكستنشن ده او بيطلب الاكستنشن ده اللي هو 501، فبيستبلش الكول ما بينه وما بين يوزر بي، يبقى ايه وبي بيستبلش الكول ما بينهم، وبيبقى ده ثرو ديديكيتد لاين. فالديديكيتد لاين ده، اللاين ده بيفضل محجوز طول المكالمه بتاعتهم. ده في التراديشنال او في الانالوج بي اس تي ان نتورك او البوتس. ابتدينا بعد كده نتكلم على الاي بي لان او الاي بي نتورك، سوري الاي بي نتورك، تمام. فابتدينا نتكلم ان انا عندي دول بدل ما هم انالوج فون، يبقى انا عندي الاي بي فون حلت محل الانالوج فون. وابتدينا بعد كده نبتدي نبعت الاي بي فون ثرو اي كول على الاي بي فون ثرو الايه الاي بي نتورك. فاحنا دلوقتي اتعلمنا ازاي اعمل دايل بير في المحاضره اللي فاتت ما بين تو اي بي فونز او اكتر ثرو تو جيت واي راوترز. رابطين عندي جيت واي راوتر هنا، رابط الاي بي فون اللي هو يوزر اي مع شويه اي بي فونز ثانيين، وعندي يوزر بي ده مربوط مع جيت واي راوتر اللي هو رقم 2، وعندي هنا جيت واي راوتر رقم 1. فالجيت واي راوتر 1 ده بيبتدي يعمل دايل بير مع جيت واي رقم واي راوتر رقم 2، يعني جيت واي راوتر 1 مع جيت واي راوتر 2 بيبتدوا يحصل ما بينهم دايل بير، ويبتدي احط الكونفيجريشن اللي هنا واللي هنا، بحيث ان انا اعرف او ايدنتيفاي لكل راوتر الكول سورس والديستنيشن اند بوينتس. يعني انا عندي اليوزر ايه ده اللي هو اكستنشن 300، ده كان تابع للنتورك الخاصه بالجيت واي راوتر رقم 1، وعايز يكلم اليوزر اللي هو رقم 501 اكستنشن 501، وده موجود الاي بي فون ده كان موجود في النتورك الخاصه بالجيت واي راوتر رقم 2. فبيبتدي احط الدايل بير هنا بتاع جيت واي رقم 1 والدايل بير بتاع جيت واي رقم 2، الكونفيجريشن بتاعت هنا والكونفيجريشن بتاعت هنا، بحيث ان انا احدد لكل راوتر او احدد في الدايل بير عموما مين الكول سورس ومين الديستنيشن سورس او ديستنيشن اند بوينت بتاعتي، بحيث ان انا اقدر احدد كمان الكاركترستكس الخصائص اللي هقدر اعملها ابلايد على كل كول ليج في الكول كونكشن بتاعي او الكول اللي انا هعملها استابليشمنت ما بين اليوزر A واليوزر B. طبعا زي ما اتفقنا انا عندي لو شغال انالوج في النتورك القديمه اللي هي البوتس او البي اس تي ان، فانا كنت شغال عن طريق ايه، عن طريق انالوج فونز، وكنت شغال على ديديكيتد لاين. لكن لما جيت اشتغل على الويب او اشتغل على الاي بي نتورك، فانا ببتدي بستخدم بدل الانالوج فونز دي بستخدم المين الاي بي فونز.
واي كول على الاي بي فون بيبتدي يتنقل ثرو الاي بي باكيت نتورك. طيب لو انا عايز استخدم بقى الايه الاي بي الانالوج فونز، الانالوج فونز اللي عندي دي انا مش هرميها، الانالوج فونز دي انا لازم استغلها، فلازم اعمل لها طريقه ازاي اكونفيجر الانالوج فونز دي بحيث ان انا اقدر استخدمها ثرو الاي بي نتورك. فده اللي احنا هنتكلم عليه عن طريق الدايل بير، بس الدايل بير في المحاضره دي هنتكلم على اللي هو مين البوتس اللي هو بلين اولد تليفون سيستم. طيب افكركم كمان بالكوليجز، اتكلمنا على الكوليج وقلنا ان في تراديشنال فويس كول كان او اوفر بابليك سويتش التليفون نتورك اللي هو البي اس تي ان كنا بنستخدم ديديكيتد سيركت او ديديكيتد لاين ما بين الاند تو اند او اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هو اليوزر اي واليوزر بي، كان بيحصل ما بينهم خط ديديكيتد. تمام كده. وبالنسبه للفويس كول اوفر الاي بي نتورك او الباكيت نتورك ده كان بيحصل عن طريق ديسكريت سيجمنتس كنا بنسميها الكول ليجز. وقلنا ساعتها عرفنا ان الكول ليج هي عباره عن لوجيكال كونكشن، لوجيكال كونكشن يعني هي شويه كونفيجريشنز او شويه حاجات منطقيه ببتدي اعرفها للجيت واي راوتر بين تو راوترز او بين راوتر وتليفوني ديفايس. يبقى الكول ليج ده يا اما بين راوتر وتليفون او تو راوترز. طيب الفويس كول ده عندي اي فويس كول بينقسم لايه؟ لفور كول ليجز، اربعه كول ليجز، اتنين منهم من الاوريجينيتنج راوتر، واتنين منهم يخصوا الترمينيتنج راوتر. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا ده الراوتر ده بنسميه الاوريجينيتنج، ماشي، وده الترمينيتنج راوتر. ده كده الترمينيتنج ده اللي هو خاص بالديستنيشن اللي هو هيستقبل المكالمة بتاعتك، والاوريجينيتنج ده خاص بالسورس اللي هيبتدي يستبلش الكود. فانا عندي هنا ده بيبكس اي سنترال اي، وعندي هنا بيبكس بي، وعندي بابكس اي ده واصل ب يوزر اي، وعندي بابكس بي واصل بيوزر بي. فانا عندي هنا ده بابكس اي وبابكس بي دول انالوج سنترال انالوج او انالوج اكستشينجر، وعندي هنا ده انالوج فون وده انالوج اللي هو الاي انالوج فون، وعندي البابكس اي ده برضو انالوج اكستشينجر. يبقى انا عندي دلوقتي البابكس اي ده هيبتدي يبعت للراوتر اي اللي هو الاوريجينيتنج ده عن طريق ان انا عندي اليوزر اي عايز يكلم اليوزر بي. يعني سي ان انا عندي اليوزر اي ده كان واخد اكستنشن مثلا 222، وعندي يوزر بي كان واخد اكستنشن 3 3. فانا عندي يوزر اي عايز يكلم يوزر بي، فانا عندي هنا هيبقى اليوزر اي هيبتدي يطلب الاكستنشن اللي هو 3 3 اللي هو الدايلنج سترينج بتاعك، فهيجي البابكس اي اللي هو السنترال اي هيبتدي يبعت الدايلنج سترينج ده للراوتر اي ثرو الكول ليج رقم 1. يبقى انا عندي اول كول ليج من البابكس اي او السبسكرايبر اي، لو هي عادي التليفون مش سنترال مش بابكس مش اكستشينجر داخلي مثلا لوكال سنترال داخلي او سنترال لوكال محلي يعني. فانا لو عندي بابكس اي ده او عدة التليفون ايه انا هتعامل سيان ان الاتنين دول كانهم واحد، فانا عندي دلوقتي ده هيبات ثرو الكول ليج رقم 1، يبقى ده بوتس دايل بير.
الراوتر ايه يبتدي يبعت الاكستنشن دي او ده الاكستنشن دي للراوتر بي ثرو مين ثرو الاي بي نتورك. الداتا اللي خارجه هنا من الراوتر ايه رايحه ثرو الاي بي نتورك ده بيبقى ثرو الكول ليج رقم 2. تاخد بالك من حاجه بقى، عندك الكول ليج دي كانت بوتس دايل بير يعني انالوج، هنا الكول ليج 2 دي انا بشتغل فويد دايل بير يعني شغال اي بي نتورك شغال ديجيتال. انا في الحاله دي انا عندي هنا لازم اعمل ماتشنج ثرو الراوتر ده ما بين الكول ليج الاولانيه والكول ليج الثانيه. الكول ليج الاولانيه دي خارجه من السبسكرايبر ايه سواء كان عدة تليفون او بابكس وداخله على الراوتر. طالما داخله على الراوتر دي بنسميها الان باوند كول ليج. طيب اللي خارجه من الراوتر دي بنسميها الاوت باوند كول ليج. باجي هنا الكول ليج الثالثه دي خلاص هي خارجه من الاي بي نتورك وداخله على الراوتر الاي بي الثالثه دي كده تعتبر ايه؟ تعتبر فويد دايل بير. لما اجي هنا دي داخله على الراوتر فدي كده كانها ايه؟ انباوند بالنسبه للراوتر مين؟ دي انباوند كول ليج لمين؟ للراوتر بي. طيب واللي خارجه منه رايحه للسبسكرايبر بي او رايحه لبابكس بي اللي هو بدوره هيبتدي يدور على السبسكرايبر بي عند منه عشان يبتدي يفرود لي الكول. فانت عندك دي كده تعتبر اوت باوند كول ليج. تاخد بالك بقى ان الاوت باوند دي تعتبر ايه؟ تعتبر بوتس دايل بير. يبقى اللي بيحصل عندي كالاتي، عندي هنا الانباوند كول ليج اللي خارج من البابكس اي ورايح على الراوتر اي، تمام؟ لازم يحصل في الراوتر اي ماتشنج ما بين الانباوند كول ليج دي اللي هي البوتس والاوت باوند كول ليج اللي هي في حالتنا دي اللي هي مين؟ الفويد دايل بير. وباجي هنا في راوتر بي لازم يحصل ماتشنج ما بين الانباوند كول ليج اللي هي رقم 3 تمام اللي هي تعتبر فويد دايل بير والاوت باوند كول ليج اللي هي البوتس اللي خارجه من راوتر بي ورايحه على البابكس بي. يبقى نيجي هنا احنا قلنا ضمنيا ان دي في المحاضره اللي فاتت ان انواع الدايل بير اللي عندنا عندي يا اما بلين اول تليفون سيستم اللي هي البوتس دايل بير او الفويس اوفر انترنت بروتوكول اللي هو الفويب دايل بير. واحنا شرحنا الفويب دايل بير في المحاضره اللي فاتت والمحاضره دي احنا قلنا هنتكلم فيها على مين؟ على البلين اولد تليفون سيستم او البوتس. فاحنا هنا في البلين اولد تليفون سيستم البوتس دايل بير احنا بنقول ان البوتس دايل بير ده بيحدد لي الخصائص بتاعه التراديشنال تليفون نتورك كونكشن والبوتس دايل بير ده بيناب الدايل سترينج اللي انا عندي هنا الدايل سترينج اللي انا قلت لك دلوقتي ان انا عايز السبسكرايبر A اللي هو تليفون A يطلب سبسكرايبر B على الثلاث تلاتات ده. فازاي ان انا اعمل مابنج للكونكشن بتاعي ثرو النتورك دي من بوتس لاي بي نتورك لبوتس تاني؟ فهو ده اللي هو الدايل بير بتاع البوتس ان هو بيعمل مابنج الدايل سترنج اللي هو كان في المثال بتاعنا اللي هو تلات تلاتات تو سبيسيفيك فويس بورت. الفويس بورت دي اللي هي موجوده فين؟ موجوده على الجيت واي راوتر. انا عندي البابكس ده متوصل على فويس بورت هنا او بورت هنا في الجيت واي راوتر وعندي ده البابكس بي متوصل على الراوتر بي على بورت هنا. فالسبيسيفيك بورت دي اللي متحدده دي البورت دي
انا ازاي اوصل من بابكس ايه او من سبسكرايبر ايه لحد سبسكرايبر بي، بيبقى ثرو المسار ده، ان انا عندي بابكس ايه متوصل على بورد معينه راوتر ايه، وهيفضل ماشي ثرو الاي بي نتورك لحد ما يوصل لراوتر بي ثرو البورد دي، يبتدي يروح للبابكس بي ثم لسبسكرايبر بي. يبقى نرجع تاني نقول ان البوت ستايل بير بيماب دايل سترينج بتاعي اللي هو رقم التليفون او الاكستنشن بتاع الكولي تو اسبيسيفيك فويس بورت اون ا لوكال راوتر. نورمالي ذا فويس بورت كونكتنج ذا راوتر تو ذا لوكال بي اس تي ان او بابكس او تليفون. يبقى انا عندي دلوقتي الراوتر ده زي ما اتفقنا، يا اما واصل بشبكه التليفونات الارضيه، يا اما واصل ببابكس زي ما كنا شايفين من شويه سنترال داخلي، او واصل بعد التليفون. طيب تعالى بقى نتكلم على الانباوند والايه والاوت باوند دايل بير. احنا اتفقنا دلوقتي ان انا عندي الكول ليجز فروم برسبكتيف اوف اوريجينيتنج راوتر، ان انا عندي دلوقتي ادي هنا البابكس يعتبر السورس بتاعك بتاع الكول اللي هو يعتبر الاوريجين او السورس اللي متوصل بيه السبسكرايبر اللي عايز يتصل بالسبسكرايبر التاني اللي على الراوتر التاني. فيبقى احنا اتفقنا ان هنا ان خارج الانباوند بوتس كول ليج من هنا وصل للاوريجينيتنج راوتر، خارج من الاوريجينيتنج راوتر هنا بيحصل ايه؟ اوت باوند فويب كول ليج. احنا اتفقنا ان ده يعتبر اتنين. يعني دلوقتي بالنسبه لي هنا ايه المسار ده او الليج ده يعتبر اتنين ليج، اللي خارج من الاوريجينيتنج يعتبر اوت باوند. يبقى انا هنا بتكلم على الاوريجينيتنج راوتر بس، ما بتكلمش على الاتنين راوترز الاوريجينيتنج والترمينيتنج. انا بتكلم لو هتكلم على الاوريجينيتنج بس، انا داخل عليه انباوند بوتس كولج، خارج منه اوت باوند فويب كولج. يبقى ده السورس وده ديستنيشن. طيب لو جيت بقى اتكلم على الكول ليجز اللي خاصه بالبرسبكتيف بتاع الترمينيتنج راوتر اللي هو ده، اللي داخل عليه يعتبر انباوند فويب كول ليج، واللي خارج منه اوت باوند بوتس كول ليج. المفروض احنا عدنا الموضوع ده اكتر من مره، فخلاص كده المفروض تبقى ايه بقى واضحه. ده هنا السورس بتاع الكول وده الديستنيشن بتاع الكول، يعني ده الكولر وده الكولي. ده هنا بالنسبه لي السورس وده الديستنيشن اند بوينتس. احنا اتفقنا ان انت عندك الدايل بير بيستخدم فور بوث انباوند اند اوت باوند كول ليجز. It is important to remember that these terms are defined for respective of the routers. في ال inbound call leg originates when incoming call comes to the router. واللي احنا اتفقنا ان اي call leg داخل على الراوتر ده يعتبر inbound call leg، وال outbound call leg ده بيحصل لما اي outgoing او اي call leg خارج من الراوتر. ال inbound call inbound calls from a bots interface that are destined for packet network. The router matches the bots dial peer for inbound call leg and voice network dial peer such as VoIP and outbound leg. ده اللي احنا اتفقنا عليه، ان انا عندي هنا ده ال inbound بوتس كولج والاوت باوند فويب كولج، لازم يحصل ما بينهم ماتشنج جوه الراوتر هنا. ده انباوند بوتس كولج دي انالوج، ده باكتس او ديجيتس او ديجيتال، يعني ده شغال فويب ده شغال بوتس، لازم يحصل ما بينهم ماتشنج جوه الراوتر. نفس القصة for inbound calls from the backend network.
The router matches a port style peer to the terminate the call and voice network by peer عشان يابلاي الايه الكود والكواليتي اوف سيرفيس. يبقى انا عندي هنا برضو نفس الكلام، ان انا هنا الكوليج ده فويب كوليج، وده بوتس كوليج، لازم يحصل ما بينهم ماتشنج هنا في مين، في الراوتر بتاع الترمينيت الراوتر او البي راوتر. فور انباوند بوتس كوليجز going to outbound voice network dial peer the router forwards all digits that it collects. On the outbound ports colleagues the router strips off explicitly matching digits and forwards any excess digits out the designated port. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان for inbound ports colleagues طلع going to outbound voice network dial peer الراوتر بيفورورد كل الديجيتس اللي بيجمعها. يعني انا عندي هنا السبسكرايبر ده عايز يكلم السبسكرايبر ده، فبيبتدي يطلب الاكستنشن بتاعه اللي هو 3501. فهنا هيحصل ايه؟ هيحصل ان هو اول ما يطلب الاكستنشن بتاع 3501 الرقم ده حصل له خلاص دايلد، كل الديجيتس دي بتتبعت للراوتر ايه. راوتر ايه بيروح جاي مفروضها، مفروض الديجيتس كلها لراوتر مين؟ لراوتر بي. راوتر بي اول ما توصل عنده الارقام دي بياخد الديستنيشن بكر او بياخد اللي هم التلات خمسات اللي هو بيحصل لهم ستريد اوف، ويبتدي يبعت الالف اللي هو الاكسس ديجيتس لمين؟ للبابكس عشان يكمل البروبر كول او يكمل الكول بتاعه. يعني هنا اهو قال لك ايه؟ قال لك الانباوند بوتس كول ليجز رايحه جوينج تو اوت باوند فويس نتورك باي البير. يعني ايه البوتس دي؟ ده الانباوند كول ليج طالعه اوت باوند لمين؟ للفويس نتورك باي البير. حلو، اللي هي الفويب. فهو بيحصل لما بيجي يبعت الاكستنشن ده او السبسكرايبر ده يطلب الاكستنشن ده اللي هو 3501، فكل الديجيتس دي بتنبعت لراوتر ايه اللي هو الاوريجينيتنج، اللي هو كمان بيروح جاي مفارورد كل الديجيتس دي بعتها للترمينيتنج راوتر اللي بدوره بيروح جاي واخد الاكستنشن باترن او الاكستنشن ديجيتس حاجزهم ويباعت الاكسس ديجيتس لمين؟ للبابكس، يقول له دور بقى على الاكسس ده عندك جوه الداتابيز بتاعتك عشان توصل تلوكيت السبسكرايبر ده مكانه فين عشان نبتدي نستبلش الكول معاه. وبيقول لك بقى ان ايه؟ ان هنا on the outbound ports colleagues the router strips off explicitly matching digits اللي هي الديستنيشن باترن بتاعته وبي فورورد اني اكسس ديجيتس لمين؟ للديزاينيتد بورد اللي هو عندك ديزاينيتد بورد اللي هي عندك اللي هو مين؟ اللي هو البيبكس بي. طبعا احنا هنتكلم على الكونفيجريشن دي كمان شويه فما تستعجلش. انا عندي في الحاله دي انا عندي هنا الفون ده انالوج، الانالوج ده متوصل براوتر ايه، راوتر ايه ده متوصل براوتر بي ثرو الاي بي نتورك او الوان او ثرو زي ما احنا شايفين كده الاي بي 4 اي بي بي 4، والراوتر بي ده متوصل بالبابكس اللي هو الانالوج ثرو الاكستنشن المطلوب. طيب ازاي اعمل بقى كونفيجريشن
للبلين اولد تليفون سيستم اللي هي البوتس دايل بير. احنا دلوقتي البلين اولد تليفون سيستم اللي هي البوتس دايل بير، انا عندي تو انالوج فونز كل واحد كونكتد تو زير فويس جيت واي راوتر ثرو بورت معينه. سي ان الانالوج فون الاولاني ده واخد الاكستنشن 3 5 1 2 3 4، التلات خمسات ده الاكستنشن بتاعي او الديستنيشن بتاعي او الباترن بتاعتي اللي هي ثابته، وده اللي بيتغير واصل بالجيت واي راوتر ده عن طريق البورت دي، والراوتر ده واصل بالاي بي نتورك عن طريق الادرس ده الاي بي ده، والراوتر التاني ده اللي هو جيت واي راوتر 2 واصل بالاي بي نتورك عن طريق الادرس ده اي بي 4 اي بي ادرس دي 4، والراوتر ده واصل بالانالوج فون اللي واخد الاكستنشن 3 5 5 6 7 8 ثرو البورد دي. فاحنا زي ما اتفقنا لازم يحصل الاول ماتشنج للكوليجز للدايل بير، وبالتالي عشان يحصل الماتشنج ده يبقى ايه؟ يبقى انا لما باجي اعمل الكونفيجريشن بتاع الراوتر ده لازم اعرفه حاجتين، اعرفه الانباوند كول ليج بتاعه اللي هو البوتس، يبقى انا هعرفه ايه؟ هعرفه هو واصل هنا ثرو البورت دي بمين، يبقى انا كده بعرفه ده الانباوند. انباوند مين؟ كول ليج اللي هي بتاعت البوتس. وهعرفه انا هوصل للسبسكرايبر التاني ده ثرو مين؟ ثرو الاوت باوند كول ليج اللي هو مين؟ الاوت باوند الكول ليج ده يعتبر بالنسبه لي ان هو كانه الانباوند كول ليج بتاع الفويب دايل بير. يبقى انا هنا هعرفه الانباوند كول ليج بتاع البوتس، وهعرفه الانباوند كول ليج اللي انا هربط بيه في الراوتر التاني. يبقى انا هنا هلاقي نفسي شغال في كل راوتر بعرفه حاجتين، بعرفه بوتس وبعرفه فويد. يبقى انا بعرفه فويد كوليج وبعرفه بوتس كوليج. تعالوا نشوف ازاي. لو جينا نبص على الكونفيجريشن بتاعت الراوتر الاولاني، الراوتر الاولاني انا هنا رابط بال التليفون ده عن طريق البورت دي بوتس، يبقى ده كده هنا الام باوند او الايه الليج الاولانيه انباوند ليج. الباوند ليج كانت رابطه عن طريق البورت اللي هي 1 على 1/0/0. فانا هنا هعرفه ايه؟ اقول له داير بير فويس 1 لحد هنا، ده مش جديد علينا. الجديد بقى ان انا الكونفجريشن مود بتاعي اللي هو مين؟ البوتس. هناك انا كنت شغال فويب تمام، ده بمين؟ للفويس باكيت نتورك. طب هنا بالنسبه للبلين انا شغال ايه؟ بوتس. وده زي ما اتفقنا ده تاج، انا بحطه بقى اي رقم عندك زي ما احنا اتفقنا. يبقى عندك دايل بير فويس 1 وهنا الكونفجريشن مود بتاعي اللي هو مين؟ بوتس. وبعد كده الديستنيشن باتر اللي انا عايز اوصل لها اهي، انا هنا ده لا هنا انا بتكلم على البوتس بتاعي اللي انا رابط بهنا مين؟ 3 5 1 2 3 4. يبقى انا دلوقتي بعرف لسه لغايه دلوقتي بعرف في مين؟ في الانباوند ليج داوند بوتس ليج اللي هي دي تمام. فانا بعرفه ايه؟ الاكستنشن بتاعي هنا كان 3 5 1 2 3 4. يبقى انا بعرفه دايل بير فويس 1 بوتس، والديستنيشن باترن بتاعتي 3 5 1 2 3 4، وبعرفه البورت. يبقى انا دلوقتي بعرفه دايل بير فويس 1 بوتس، ده الكونفيجريشن مود بتاعي، وبعرفه بعد كده الديستنيشن باترن بتاعي
اللي انا الاكستنشن اللي انا رابط بيه هنا اهو البوتس بتاعي اللي هو الانباوند ليج، يعني رابط الاوتر واحد ده اللي هي 3 5 1 2 3 4، ورابط ثرو البورت اللي هي 1/0/0. بعد كده هبتدي اعرفه بقى ايه الاوت باوند ليج اللي خارجه منه، بس هي خارجه منه انا يهمني ايه؟ يهمني اللي انا هربط بيه الناحيه التانيه اللي هو ده اللي هو 10.5.6.7. يبقى انا هنا هقول له ايه بقى؟ البير فويس ادي له اي تاج فويد. هيجي بقى شوف انا قلت لك ايه؟ قلت لك انا عندي هتلاقي عندك حاجتين بوتس في كل راوتر، بوتس وفويد. الفويد ده اللي جوه النتورك الاي بي نتورك، والبوتس اللي ايه اللي بره النتورك ثرو اللي رابط بمين؟ بالجيت واي راوتر. فلاقي هنا اقول له ايه بقى؟ البير فويس التاج بتاعي فويد، والديستنيشن باترن بتاعتي اللي انا عايز اوصل لها اللي هو 4 5 6 7 8 اهو، 4 5 6 7 8. وهديله السيشن تارجت اي بي في 4 10.5.6.7 اهو، 10.5.6.7. يبقى ده كده الكونفيجريشن بتاع الجيت واي راوتر الاولاني. طيب نفس الفكرة، انا هعمل الكونفيجريشن بتاع الجيت واي راوتر التاني، هعمله ايه؟ هربط الاول بالبوتس اللي تخصه هو، اللي هو كأنها الانباوند بتاعه، صح كده؟ يبقى هقول له ايه؟ هقول له ده البير فويس 2 تاج اهو، وبوتس هقول له ديستنيشن باترن. الديستنيشن باترن عندي ايه؟ 4 5 6 7 8. وهقول له هو رابط ببورت 1/0/0 اهي، 1/0/0. وبعد كده يبقى انا كده خلصت مين؟ الانباوند ليج الاولانيه اللي هي بتاعت البوتس. تعالى بقى نخش على المين الاوت باوند اللي هي بتاعت الفويد، بتاعت مين؟ بتاعت الراوتر التاني. اقول له بقى البير فويس 20 فويد. خلي بالك التاج مش لازم يبقى زي بعضه، هنا 10 والتاني 20، هنا 1 والتاني 2، ملهاش علاقه، ده تاج. وبعد كده الديستنيشن باترن اللي انا عايز اكلمها اللي هي 3 5 1 2 3 4 اهي، 3 5 1 2 3 4. والاي بي بتاعي 10.2.3.4. اقول له السيشن تارجت اي بي في 4 10.10.2.3.4. يبقى انا كده عملت الكونفيجريشن بتاعت الدايل بير بتاعت راوتر واحد وراوتر اتنين. ده كده بالاضافه لكل شغلنا اللي كنا بنعمله قبل كده، يعني انا شغلي اللي كنت بعمله قبل كده هو هو، ان انا ازاي بعمل كول مانجر والاي بي سورس والاوبشن 150، كل القديم هو هو، دي الحته الاضافه الزياده على القديم. طيب هنا اتفقنا ان انا طبعا الانيبل والكونفيجر تيرمينال ده او كونف دي هي ده القديم. هنا ده البير فويس نمبر بوتس، ده معناها ان انا بحط ايه؟ بانتر ده البير فويس كونفيجريشن مود، سواء انا شغال بوتس ولا شغال فويب ولا شغال في اوف ار على ايا كان، ماشي. واتفقنا ان النمبر ده ارجمنت بايدنتيفاي ده البير، وبياخد رينج من 1 الرقم الكبير ده. والبورت هنا بحدد له هو بسبيسيفاي، يعني بسبيسيفاي للفويس بورت اسوشيتد ويز ايه جيفن دايل بير، لازم احدد له البورت هو واصل على انهي بورت بالظبط. والبورت كوماند ده سينتاكس از بلاتفورم سبيسيفيك فور مور انفورميشن اباوت ذا سينتاكس كوماند، يعني ده كلام ما فيش منه مشكله، ريفير تو البورت بتاعك لو انت هتشتغل على بقى ايه فويس ولا فيديو ولا فاكس ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، تمام. وادي هنا شكل بيتكتب ازاي. يبقى انا عندي بورت وبحدد له البورت بتاعتي، وهنا بقول له هنا ده البير فويس، بدي له اي تاج والبوتس. طيب اللي فات ده لو انا عايز اعمل اربط اتنين انالوج فونز، طب افرض بقى ان انا عايز اربط
اتنين فاكس، اتنين فاكس ماشينز. يقول لك ان انت مسافة ما قدرت ان انت تربط التو انالوج فونز، وبالتالي اصبح عندك لو انت عايز تعمل شوية تغييرات بسيطة قوي تقدر تكونفيجر مين تي انيبل تو فاكس كوميونيكيشن اوفر اي بي نتورك. بس الكلام ده بيتم عن طريق حاجة كونكتد فيا ايه، تي دوت 38 فاكس ريلي. اللي بيحصل ان انت عندك هنا ادي الفاكس واحد وادي فاكس اتنين، ونفس القصة بالظبط، هي هي نفس الجيت واي راوتر الاولاني والجيت واي راوتر التاني، وادي هنا الاي بي فور بتاعك والاي بي ادرس والبورت اللي واصل عليها، هي هي بالظبط مع اختلاف. هتبص هتلاقي ان الكونفيجريشن هي هي، بس بتزود سطر او سطرين بس زيادة. فهتلاقي هنا الكونفيجريشن بتاع الراوتر الاولاني، ان انا اول حاجة بعملها ان انا بعرف الانباوند كوليج اهو ده البير فويس 1 بوتس، وبعرف الديستنيشن باترن بتاعتي اللي انا عايز ارتبط بيها اللي هي 4 5 6 7 8، لا 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 سوري، الثلاث خمسات 1 2 3 4. انا بعرف هنا ايه الانباوند كول ليج اهي، ثلاث خمسات 1 2 3 4، وبعرفه البورت اللي هي 1 سلاش 0 سلاش 0. بعد كده ببتدي اعرفه الايه الاوت باوند اللي هو الناحيه الثانيه اللي هي دي، تمام. فابتدي اعرفه اقول له ايه، اقول له دايل بير فويس 2 فويب، والديستنيشن باترن اللي انا عايز اكلمها اللي هو 4 5 6 7 8، والاي بي السيشن تارجت اي بي في 4 10.5.6.7 اللي هي دي. وبعد كده ده الجديد بقى، ان انا بعرفه الفاكس ده شغال بكودك ايه، جي 711 ميولو مثلا. وبعد كده بقول له الفاكس بروتوكول تي 38 1 سكند ريدندنسي 0 اورز ريدندنسي و0 فول باك سيسكو والفاكس ريت فويس. دول كده يعتبر هم الجداد بالنسبة لمين لو انا هربط اتنين فاكس ماشينز. ده بالنسبة لمين؟ للراوتر الأولاني. طب للراوتر التاني زي ما اتفقنا هحدد له أول حاجة الإنباوند بتاعه اللي هو البوتس، وحدد له الأوت باوند اللي هو الفويد. فأنا هنا هحدد له أول حاجة اللي هو دايل بير فويس 1 بوتس، وحدد له الديستنيشن باترن بتاعته اللي هو 4 5 6 7 8، وحدد له البورد. وبعد كده حدد له كده، ده خلصنا الليج الاولانية اللي هي البوكس اللي هي الانباوند. هبتدي احدد له اللي هي الفويد كوليج، دي بالنسبة لي الدايل بير فويس 2 فويد، ودي الديستنيشن باترن اللي هو هيبقى عايز يكلمها 3 5 1 2 3 4. واحدد له في الحالة دي هنا اهو السيشن تارجت اي بي في 4 اللي هو 10.2.3.4، يعني 10.2.3.4. وهنا حدد له الفويس كلاس كودك بتاعه، دي السطر ده مش شرط ان هو ينكتب، مش دايما بينكتب، بس بيفضل انك تكتبه. ده بيحدد له ان انا الفويس كلاس كودك بتاعك اللي هو من التايب واحد، ان انا دلوقتي من كلاس واحد، ان انا الفاكس ده انا هشتغل معاه نفس الكود برضو اللي هو جي 711 ميلو، ونفس السطر بتاع الفاكس بروتوكول تي 38 1 سكند ريدندنسي و0 اورز ريدندنسي و0 فول باك سيسكو وفاكس الريت بتاعه فويس. وكده ابقى انا عملت الكونفجريشن الخاصه بالايه تو فاكس ماشينز. كل اللي بيفرق معايا زياده السطر ده مش شرط ينكتب، يعني مش دايما هو ده، بس مجرد ان انا ايه بقول له ان انا اقدر اعمل على الفاكس ده فويس، تمام. بس بقول له ان انا الكود المستخدم بتاعي اللي هو جي 711 ميولو، والفاكس بروتوكول بتاعي ثرو التي 38 ريلي ماشي، ده بيبقى 1 سكند ريدندنسي و0 اورز ريدندنسي و0 فول باك. الفول باك ده ان انا عندي يحصل عندي فيلير في المكالمه، او يحصل
انها ترجع لك تاني، تمتد تاني. يعني دي حدوتة كبيرة اللي فاضي فيها، ممكن يقرا شوية يزود معلومات فيها. والفاكس ريت بتاعك فويس. لحد كده احنا تقريبا شبه خلصنا المحاضرة بتاعتنا، بس تعالى نتكلم على الريكوارد اسايمنت للسكشن اللي جاي. الريكوارد اسايمنت بتاعنا، انا عايزك تعمل ديزاين وبلان لبلين اولد تليفون سيستم بوتس باي البير ثرو اي بي نتورك يوزنج باكيت تريسر بروجرام. ان انت هتكون زي ما احنا عملنا ده البير بالنسبه للفويب، هنعمله بالنسبه للبوتس. ان انت عندك شويه انالوج فونز وعايز اربطهم مع بعض ثرو تو راوترز. طبعا هيستخدم مالتيبل انالوج فونز، يعني مش شرط تحط عده وعده، بقى اكتر شويه يعني عدتين ثلاثه مع عدتين ثلاثه، دول مربوطين براوتر ودول مربوطين براوتر وعايزهم يكلموا بعض. وحضرتك هتبقى مطالب بباور بوينت برزنتيشن مع الباكت تريسر بروجكت فايل. وهكتفي بهذا القدر في المحاضره دي يا شباب، وان شاء الله نشوفكم على خير في المحاضره الجايه. واخر كلامي، سلام.